والصلاة ثلاثة أنواع. الصلاة ثلاثة أنواع: صلاة المعروفة سواء كانت نافلة أو فريضة، وصلاة الجنازة، وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. على المذهب أنها صلاة، تسمى صلاة، سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر، لأنه فيشترطون الوضوء، لأنهم يشترطون الوضوء لسجود التلاوة وسجود الشكر والتكبير للسجود والتكبير للقيام منه والتسليم منه، فيعتبرونه صلاة. فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة المعروفة أو صلاة على الجنازة أو صلاة سجود التلاوة والشكر، هذه كلها يشترط لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة، ما عدا خلاف ضعيف جدا لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة. واختلف في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يجب الطهارة لهما أو لا يجب الطهارة لهما؟ طبعا من اشترط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر قال إنها صلاة، وكل صلاة يجب عليها، يجب لها الوضوء. ومن أجاز قال هي ليست بصلاة، خاصة لسجود الشكر بالذات، أنه إنما يكون عندما تتجدد نعمة، الإنسان مباشرة يشكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون ذهابه إلى الوضوء ورجوعه من، خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر. ثم قال لا دليل على هذا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء، سجد للتلاوة، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به أنه سجد للتلاوة بغير وضوء. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن تيمية، أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر. والله أعلم.